السلام عليكم مشاهدينا، إليكم موجز أخبار مؤسسة الشهداء. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي والوفد المرافق له يزور أمانة بغداد ويلتقي أمينها عمار موسى. النائلي وخلال الزيارة أوضح أن المؤسسة متجهة إلى خطة واسعة كفيلة بتوفير السكن اللائق لذوي الشهداء في بغداد من خلال بناء مجمعات سكنية وتوزيعها على الشرائح المضحية، داعيا إلى ضرورة دعم أمانة بغداد وتعاونها في هذا الملف. من جانبه أشاد الأمين بجهود المؤسسة مبديا تعاونه لخدمة الشرائح المضحية. دائرة العلاقات العامة والإعلام قسم استوديوهات الخالدون في مؤسسة الشهداء يشارك في مهرجان الغدير الدولي للإعلام في نسخته 13 والمقام على أرض معرض بغداد الدولي. المؤسسة شاركت بجناح خاص بأعمال من إنتاج دائرة العلاقات والإعلام لعرض سبوتات وبرامج تلفزيونية وتقارير وأفلام وثائقية لإبراز التضحيات التي قدموها العراقيون على مدى الحقب المتعاقبة. بحسب توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء، وفد مديرية شهداء كربلاء المقدسة يقدمون التعازي لعائلة الشهيد العريس عباس محمد جواد الذي استشهد إثر القصف التركي الغاشمي في دار سكناه. وكان رئيس المؤسسة السيد عبد الإله النائلي أكد شمول ضحايا القصف التركي على دهوك بقانون المؤسسة واعتبارهم شهداء ومصابين، موجها بتشكيل لجنة مختصة لزيارة عوائل الضحايا وترويج معاملاتهم. مدير مديرية شهداء الديوانية أمين جميل أمانة يشارك باجتماع ضم عددا من موظفي المديرية من مديري الأقسام ومسؤولي الشعب ومعاونيهم. نوقش في الاجتماع أبرز المشاكل والمعوقات التي يواجهها الموظف عند أدائه لواجباته تجاه المواطنين من ذوي الشهداء، وكذلك الأعداد الصحيح للحلول المقترحة من قبلهم والاستفادة من الأخطاء التي حصلت ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.